عم بتسجلوا كمان، ما بقى فيني اهرب هلا. طيب بونسوار جميعا، انا ما بعرف قد ايه بتردوا علي، بس انه قبل ما بلش بس بدي اخبركم سر انه انا بكره زوم، وقررت من بعد كورونا اعمل له انستول، بس جاد رجع حشرني وجبرني افتح زوم، بس انه شو بدي اعمل مجبور. اول شيء كثير مبسوط انه بتعرف عليكم، يعني مع انه هيك من ورا سكرين. رح اعرفكم شوي سريعا عني، انا اسمي توني معركش، عمري 43 سنة، قريبا 44، مجوز من أوديل، عندنا 3 ولاد، تيا عمره 15 سنة، جو عمره 12، وجون عمره 11. سو أنا خلقت بعائلة مسيحية مثل أغلبيتنا يمكن، بس أنا هلأ شو بعمل؟ أنا بشتغل هلأ بحركة تجدد بالروح القدس، وأنا ملتزم بحركة تجدد بالروح القدس. هلأ مع الوقت بخبركم شوي كيف صارت كل القصص، بس مينلي بعمر، رح أرجع شوي لورا، يعني أرجع شي 40 سنة لورا، بعمر 5 سنين، من ورا مشاكل كتيرة انجبر بيي يترك البلد، ووضعنا المادي اللي بوقتها كان كتير منيح رجع على الصفر، مع انه بوقتها كان عمري شي 5 سنين. بس بعدني بتذكر لما كنا نوع انا واخوتي كل يوم الساعة 5 على بكرة لنساعد امي يلي قررت تفتح محل مناقيش لتكون عم تأملنا معيشتنا. سو كنا نشتغل معها للسابعة ونروح على المدرسة. هلا اكيد هالمشاكل والتحديات كبيرة كانت بوقتها، ما كنت شايفها انا لعمري 5 سنين، والأكيد ما كنت عارف إنه هالمشاكل المادية يلي بلشت رح تكون بداية إذا بدكم لمشاكل ببيتنا، خاصة بين أهلي، وهالمشاكل رح تمد سنين وسنين لقدام. بعد تسع بعمر التسع سنين بلوتو، كنا هلا اللي بعمري بيعرف إنه قد إيه كان في جو أحزاب بوقتها ومدري شو، وبتذكر إنه أخوالي كانوا ملتزمين بأحد الأحزاب، فأمي لتبعدنا إذا بدكم عن جو الأحزاب هيك قررنا نفوت على الحركة الرسولية المريمية. بهالحركة كان تقربي من الله عم بيزيد، مع إنه بوقتها يمكن كنت صغير، بس كنت عم بلش أفهم أكثر وأكثر هالقيم يلي أهلي بوقتها ربوني عليها، بس دايما كنت أحس في شي ناقص. هلا من الخمسة للتسع سنين، هلا رح نطلع عمر 12 سنة، هيدا كان عمر شوي مهم بالنسبة لي على كذا صعيد. أول شيء بعمر 12 سنة بتذكر بالصدفة، هيك بفكر بوقتها، تعرفت على صبية حلوة اسمها أوديل، وهالصبية يلي بعد كم سنة لقدام رح تصير مرتي. هلا بوقتها فكرت إنها صدفة، لأن كنا شي 120 واحد بحركة بالحركة الرسولية المريمية، كنا ب مخيم، قرروا يسحبوا بالقرعة كل اسمين، وهالاسمين مفروض شو يروحوا يعملوا؟ يتأملوا بنص الإنجيل. فسحبوا اسمي توني معركش، وقفت أنا وسحبوا اسم أوديل صباح، إنه عظيم هالبنت بدنا نتأمل معها. بوقتها بتذكر هي تأملت حرام بالإنجيل، أنا تأملت فيها كل الوقت، لا تأملت بنص إنجيل ولا 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 عرفت الله شو كان عم بيقول لي بوقتها، بس بتذكر إنه كودفودر، ما بعرف اذا كودفودر بس انه يعني شيء منه. كمان بعمر 12 سنه، هل اذا بدكم هالسكيزوفرينيا اللي عشتها، انه قررت انا بدي اكون ابونا، فهذا كان قراري. وبتذكر انا كنت بمدرسه عنتوره، بتذكر في معلمه اعطيتنا وقت ريداكسيون انه شو البروفيسيون اللي بتحبوا تعملوها على كبر، وانا بوقتها كان هيك انه انا بدي اصير خوري، وبلشت اكتب انه انا بدي اصير خوري ومدري شو، وبعرفها هي ملتزمه مسيحيا، قلت هلا لعبت لها بنقطه ضعفها، خلص يعني ها هي رح تسفقني العلامه العجيبه. بتذكر بتقول لي يوصل الريداكسيون تبعي معي سانك سيور، بتكتب لي اتر ان بريتر سيت اون فوكاسيون اي سو ني با اون بروفيسيون. فهيدا اول كف اكلناه بوقتها على قصة الأبونا، حسيت إنه يمكن مش دعوة مش دعوتي، أو أنا عم فكر بشي اللي مش لازم فكر فيه. وكمان بعمر 12 سنة بتقولوا لك اسم الله شو عزت بالعمر 12 سنة، قررت إني بدي أصير ممثل.
وهالقرار ضل مرافقني اذا بدكم لعمر 12 لعمر 18 سنه. فبين 12 و18 كنت عم بعيش الصبر بكذا شغله. اول شيء يعني اوديل عيشتني كثير قصص انه انا مغروم فيها ودايب فيها وهي ما كان معها خبري، ما كانت تعطيني وجه، ما بعرف ليه. فمن عمر 12 ل 18 عن جد بقيت مغروم فيها، من قلبي كنت مغروم فيها. بس هي ولا شيء ولا شيء ولا شيء، اوكي، بس ترى الشغل نظيف بده وقت. سو ضليت ناطر، انا كنت ادمي بوقتها. وكمان بس الفرق انه بين بهالعمر يعني بين 15 و18 يمكن اكثر شيء كان لازم اكون عم بعيش فيه هو اذا بدكم عمر الشباب هالعمر. بس كنت شوي مغير عن الباقيين، انه ما كنت احب اسهر، كنت اكره الدخان، ما احب اشرب، ما كنت طيق اسمع حدا يسب قدامي، يعني حتى اني كنت جرب ادس كل يوم. كنت اكثر واكثر عم التزم بالحركه الرسوليه المريميه. بس كمان بس وصلنا على عمر الجامعه كان قرار انه بدي يصير ممثل عم بيزيد كل يوم اكثر من يوم. وفتت واخذت هالقرار ومشيت فيه، يعني مشيت بقرار انه خلص بدي اعمل ممثل. بس بوقتها كان يا زلمه اسمع شامي بده يعيشك، تمثيل ما بيطعمي خبز. بس انا جوابي كان دايما مدركا طريقه، مدرك، فكان جوابي دائما الله بيدبر. بس الاكيد انه ما كنت فاهم شو عم بقول، ولا كان معي خبر شو يعني الله بيدبر. كان كل همي فوت على الجامعه وصير ممثل. وفتت على الجامعه وما كنت شايف قدامي الا التمثيل، المسرح والشهره. كان بقلبي في رغبه للمسرح يلي ما بحياتي حاسس فيها لشيء تاني، يعني حتى لأوديل، يعني مثل ما الواحد بيكون مغروم هالقد كان عندي شغف لهالشي. صرت حس انه هيدي هي حياتي، هيدي صارت اذا بدكم اولوياتي قبل اهلي قبل الله قبل أوديل. ما بدي شيء الا اني اكون واقف على المسرح ومثل. وفتت على الجامعة. بتذكر اول سنه اختاروني افضل ممثل بمهرجانات بعلبك الدوليه، وبتاني سنه انعزمت على كان ومشينا على التبيروج، وبتالت سنة حصلت على جائزة أوسكار كأفضل ممثل، وبرابع سنة منحتني الدولة اللبنانية بوقت نيشان برتبة فارس لمجمل عطائي الفنية. هلأ أنتم مش عارفين حالكم مع مين عم تحكوا، هلأ عرفتوا أكيد. عم بمزح لأنه هو كلهم كانوا أفكار براسي، يعني هيدا اللي أنا بيرسون اللي كنت مفكر فيه، هيدا المجدي اللي أنا كنت عم بطمح لإله. بس هيدا كله كان كذب، يعني لا رحت عكان ولا طلع لي رتبة مدري شو. بالعكس بأول سنة جامعة تركت الحركة الرسولية المريمية لأنه ما كان بدي بقى أعطي وقت إلا لجامعتي وللكارير تبعي. وحتى انجبرت أشتغل لكون عم بدفع قسط جامعتي وطلع مصروفي. بتاني سنة حتى ما بقى أروح على القداس اللي غصب عني، يعني ما عاد شوف بالله إلا حدا يلي بده يقشطني كل شيء ومانع عني كل شيء انا بحبه. صرت حسه تقيل وما صرت شوف فيه الا حدا يلي بحط قوانين، ونسيت الشغله الاساسيه انه هو بي. بتالت سنه حتى مع انه كانت اوديل عمر 18 قررت تعطيني وجه وقررنا نكون عم نفكر شوي اكثر سوا ببعضنا، بس حتى بتالت سنه قررت انه لا حرام ضيع وقت مع بنت مهذبه. سو في وانا اكيد في مليون وحده تستمنى علي، بس كمان كذبة تانية انه من المليون ما كان في ولا واحدة. برابع سنة كان همي اكتر كيف بدي الاقي شغل واسس حالي. وقت خلصوا الاربع سنين ومن هم الجامعة بلش هم الحياة، لقي شغل، قرر مستقبلي. سو بوقتها كان عمري صار 22 سنة، ورجعت فقت انه 22 23 سنة كانت الامور اللي براسي صارت اوعى وانضج. وكمان كان صار عندي شغل بين 22 و25، كنت بلشت اشتغل مسرح تلفزيون. وعن جد بوقتها كان الله عم بيدبر، بس كانت علاقتي بالله بعد هالقد رسميه. سو بقيت روح على القداس لانه اهلي علموني مش اكثر. وبهالوقت من ورا شغل المسرح كان في رفيق لإلي بالمسرح نشتغل سوا، عرفني على رفيقه، وهيدا الشخص بيعزمني على اجتماع لحركة تجدد بالروح القدس. انه قال لي شو رأيك تجي بتصلي معنا بتتعرف شوي؟ قلت له انا انه بجي، بس انه كرمال شو؟ قال لي انه هيك بنصلي. قلت له كيف بتصلوا انتو مدري شو؟ قال لي انه منرتل وهيك. رحت على اول اجتماع
ما بعرف اذا حدا صلى مع حركه تجدد الروح القدس، هن الكاريزم تبعهم اكثر هي مثل ما كان جاد عم يحكي شوي عن التسبيح، يعني اكثر هن صلاه تسبيح، صلاه اكثر يعني نسبح الله نفرح بالله. ففتت وبأول اجتماع طلعت لقيت ناس ترفع ايديها تحكي مع الله انه يا رب بدي باركك، بدي سبحك، يا رب انا بحبك. صرت فكر انه هودي بهون شيء اكيد، يعني مش معقول يكونوا عم يحكوا مع حدا يلي يعني حدا اللي هالقد حاضر بحياتهم. سو كنت مبسوط وبذات الوقت كنت مصدوم، بزقفوا كمان ليك وين كنت، انه ها شو حبيبي ما فيكم تزقفوا هيك وبتحكي مع الله انه كأنه واقف قدامه بيحكوا مع الروح القدس. شو يعني روح قدس؟ انا كنت ماكسيموم سامع فيه باسم الاب والابن والروح القدس، ها هي اللي كنت اعرفه. فطلعت فيهم صرت شوف ناس مبسوطه، ناس بتحب بعضها يعني، ويجوا يسلموا علي. انا قلت اكيد بدهم مني شيء، مع انه ما كان معي شيء ليكون بدهم ياني يعني. سو فاطلع بلاقي في بساطه بحياتهم، في فرح بعلاقتهم مع الله، يلي انا بيرسونلي بعمر كان بوقت عمري 25 سنه ما بحياتي كان شايف هالشيء. صاروا يحكون عن علاقه شخصيه مع الله ومع يسوع، وانا بالنسبه لإلي الله مثل شي ملك قاعد على عرشه يلي بدي 100,000 واسطه لفوت احكي معه، او انه شو بدي اعمل علاقه معه؟ ما هو ملك وانا رقم يمكن من هالارقام. وبعدين عزموني على شيء اسمه سيمينار او الحياه الجديده بالروح القدس. قلت شو هو هيدا؟ قال سيمينار 7 اجماع بتاخذ مواضيع. بتذكر فتت اول اجتماع كان عن محبه الله، اوكي الله محبه عظيم. وبعدين صاروا يحكون عن محبه الله محبه شخصيه، صرت اطلع انا انه شو يعني محبه شخصيه؟ يا اخي انا ما فيني استوعبها، انه انا بخلق علاقه بيني وبين اوديل يلي بوقتها كنا خطبنا، ليه؟ لان اخذنا سنتين تعرفنا على بعضنا خطبنا كنا عم نحضر لنتجوز، بس انه علاقه شخصيه مع يسوع ومع الله. طب ما هو شخصيات من 2000 سنة يمكن اجوا وكانوا موجودين، بس انه بالنسبة لي كيف بدي اخلق علاقة شخصية مع حدا يلي هو اله؟ فتاني حديث كمان كان على الخلاص بيسوع المسيح. طب ايه اوكي شو يعني الله خلصنا؟ شو يعني يسوع اجى لخلاصي؟ صرت تكبر هالقصص اكتر واكتر براسي، وصرت فكر انه طب الله شو بده مني؟ وكان بكل بساطة الله عم يجرب اذا بدكم يخلق هالعلاقة. بتذكر أول مقطع ريتو هيك لفتني، لما بيجي الرب اللي عندهم بالليل وبيقول لهم، بيكون بطرس كل الليل عم يجرب يتصيد سمك، وبيقول له يا رب تعبنا كل الليل وما طلعنا شيء، بيقول له سر إلى العمق وكب الشبك. وهيك بيصير، وبيطلع بوقتها بيقول الصيد كان غفير. فبتطلع بلاقي إنه هالقد الله بده يخلق معي علاقة، هالقد بده الله يفوتني بعمق بعلاقته معي. صار أكتر وأكتر القصص تكبر براسي، وصار تجيني أكتر وأكتر إذا بدكم أجوبة على كتير أسئلة. وفهمت إنه العلاقة الشخصية هي بكل بساطة إني متلاقي وقت وأقعد فيه مع الله. وهالوقت بلش بال2005 وبعده لليوم، هيدا الوقت كل يوم بدي أوعى بدي أقعد مع الله. دايما بعطي هالإكزامبل، أوقات لما حدا يسألني بقول لهم إنه أنا تعرفت على أوديل، قعدت أنا وياها حكينا سوا، تقبرنا سوا، ضحكنا سوا، بكينا سوا، وخلقنا علاقة. وهالعلاقة بعدني لليوم بعرف إنها موجودة وعم بعمقها وعم بصير بعد لعمق أكبر بعلاقتي مع الله. بكل مرة بقعد معه، كل مرة بفتح الإنجيل بقرأ كلمته، كل مرة بسمعه، كل مرة بسبحه، كل مرة بحكي أنا وياه. فهالعلاقة كل يوم صارت عم تكبر أكتر وأكتر. بلشت أتعرف على يسوع كمخلص، مش يسوع هالرجل التاريخي اللي إجا من 2000 سنة، لا، فهمت إنه يسوع هلأ حي مثل من 2000 سنة. بلشت أفهم إنه روح القدس منه شي بسمعه أو اسم بيقطع هيك، هو شخص حقيقي اللي أرسله الرب ليكون حد كل واحد منه. مثل ما قلت لكم كل هالشي فهمته من لما قررت عم اخلق زبتكم او لاقي هالوقت الاساسي بعلاقتي مع الله. ف
الله حتى عطيني النعمة يكون عم بحب، عطيني النعمة والقوة يكون عم سامح أقرب ناس لإلي. أنا كل مشكلة بيي يلي فل، مثل ما قلت لكم يعني بيي فل، كان عمري 5 سنين رجع. بيي كانت أوديل بتذكر حبلي بأول ولد، يعني كل حياتي كنت أحس إنه بيي منه موجود ومنه حاضر. سو مثل كأنه خلق صار في شيء تجاهه، صار في مثل هيك قلة محبة، وصار في مثل شرخ كبير بيني وبينه. فكمان الله اليوم بعلاقتي مع بيي بشوف بركة، وبركة كتير كبيرة. يعني الله عطاني النعمة ارجع سامحه، ارجع حبه، ارجع اخلق علاقة معه. وحتى مصالحة امي وبيي يعني بين بعضهم، قلت لكم بلشت مشاكل، يعني بلشت مشاكل بوقتها وانتهت بعد شي 25 سنة. يعني اليوم أهلي عايشين سوا، وكلنا بتطلع بلاقي إنه عن جد الله عامل عجيبة بحياتنا. وهالشي كان كله من ورا الصلاة، قد ما صليت وصمت على هالنية مش لوحدي، حتى الأشخاص اللي كانوا معي، الأخوة اللي كانوا معي بالجروب أو بالحركة، كنت دايما أطلب منهم هالشي إنه بليز صلوا لهالشي، صوموا عن هالنية. وهيك مع الوقت بقلب حركة تجدد بروح القدس، صرت من ورا كمان علاقات، على العلاقة الشخصية يلي خلقتها بيني وبين الرب، صار عندي علاقات شخصية بين إخوة يلي كانوا سند، وبعضهم لهلأ سند كتير كبير، يعني سند روحي، وبكتير أوقات بأوقات مادية قطعنا فيها أنا وأوديل. هلأ بخبركم كم خبرية هالقد الله كان حاضر، وهالقد الإخوة كمان كانوا حاضرين حدنا ليسندونا ماديا ببيتنا مع أولادنا بكل لحظة. يعني هالقد كنت إذا بدكم اختبرت هالسند الأخوي، هالمحبة الأخوية يلي بتعطي مجانا، بتعطي من قلبها، بتعطي من وقتها، من طاقتها، من كل شيء. الأخوة اللي بيسندونا، اللي بيجوا بس أوقات لما ما كان عندنا حدا ينطر الأولاد، بس ينطروا لنا أولادنا لنحنا نقدر نروح على الاجتماع. ف كل هالقصص يلي الله شوي شوي صار يخليني اختبرهم وعيشهم وأعرف فيهم أكثر إذا بدكم، وأختبرهم أكثر وأكثر. بس كانوا مثل فشخات صغار شوي شوي كنت أعملهم. يعني أول فشخة هي إنه أكون عم بحب، تاني فشخة كانت قصة الاعتراف. بتذكر في خي بيقول لي أنت معترف عن 25 سنة بحياتك؟ قلت له إنه أنا بعترف. قال لي لا، معترف عن 25 سنة؟ قلت له شو يعني؟ قال لي بدك تعترف؟ قلت له إيه. بتذكر طلعني عند حبيس بدار مرمطانيوس إصحية اسمه الحبيس تانيوس شاينا. فبتذكر طلعنا لنشوفه بمحبسة أو شيء، بس بوقتها ما كان، لأنه كان ساخن يمكن أو شيء. فبيقول لي منه هون. قلت له خلص يعني منه هون، منه هون خلص بليها بل ما اعترف. فبيقول لي لا لا، بدنا نشوف لحظة، خليني اشوف بركي بنقدر نشوفه. قال لا، ما تعبان نزلوه على اوضته، ما عم بيشوف حدا. قلت له طيب خلص لكن. قال لي تعال لحظة شوي بس دقيقة. ما بعرف لهلا 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 لليوم ما بعرف، وعن جد ما فيني اخبركم كيف فجأة صرت موجود انا بأوضته للزلمة للأبونا. يعني بينفتح باب هيدا الشخص اللي كان معي، بحطني جوا بالأوضة وبيسكر الباب. بتطلع بلاقي حالي وجه لوجه مع الأبونا. أبونا طانيوس شاينا بوقتها بتصور كان عمره يمكن شي 80 سنة. بتذكر كان عنده لحية بيضة طويلة طويلة يعني، وهو قاعد على تخته. أنا بوقتها كنت موت رعب من مار شربل، يعني مش بوقتها، قبل لما كنت صغير كنت أقول له دايما لرب بليز ما تظهر علي، صلي له بس أقول له بليز ما تظهر علي بالليل، لأ مخاف منك. هي لما كنت صغير. سو فجأة شفت حالي قدام الحبيس يلي يعني سامع عنه، ما بعرفه شخصيا بس سامع عنه. فسألني سؤال، قال لي لا كذا سؤال، من بيناتهم شو اسمك؟ قلت له توني. قال لي توني بدك تعترف؟ قلت له انا نعم. قال لي اركع. ذكر وقعد على التخت وحامل صليب بايده، ركعت. قال لي انت ما رح تقول لي شيء، انت بس رح تقول لي ايه او لا. قلت له شو يعني ابونا؟ قال لي انا رح لك خطاياك. وبوقتها عدد لي خطاياي خطية خطية يلي كنت مقرر اعترف فيهم واللي ما كنت مقرر اعترف فيهم. سرد لي حياتي فشخة فشخة، كلمة وكلمة بال25 سنة.
وبتذكر ما كنت عم بعمل شيء، لك كنت عم ببكي وهز براسي لاقول له ايه. هلا هو شافني انه هالقد متاثر، من بعد ما خلص حامل الصليب شبقه على التخت، قال لي وكأنطون بهدلت الاسم، ما انا اسمي طانيوس وانت اسمك طوني، بس انت مبهدل الاسم. قلت له معك حق ابونا. قال لي ليك رحمه الله اكبر من كل شيء عامله، هي حطها براسك. وبوقتها هيك الله عطاني هالنعمه، اذا بدكم كون اكثر واكثر عم بكتشف وبختبر هل اذا بدكم سر المصالحه، سر المصالحه معه، مع حالي، مع كل الاشخاص. يعني حتى طلع لي بكتير وقت ارجع احكي مع ناس يلي بوقتها كان زعجها بحياتي او اذيه، يمكن طلع لي اعتذر منهم. وبعدني لليوم انا اكبر خاطئ، بس بعدني لليوم ايمن برحمه الله، وبعدني لليوم بعترف، لانه مصدق انه البار بيخطب النهار 7 مرات، كيف انا الخاطئ انه قد ايه عم بخطئ. بقى الاكيد انه رحمه الله كبيره، ورحمه الله اكبر من اكبر خطيه. وهيدا شيء اختبرته على سنين، بعدني لليوم عم بختبره. مع الله تعلمت كمان انه ممنوع اعطى الهم شيء، لانه هو رح يكون مأمن لي كل شيء، روحيا وماديا ومعنويا كل شيء. يعني كل فشخه كنت عم بعملها لقدام، كنت اكثر واكثر افهم معنى الاستسلام لله، وشو يعني كب حالك بين ايدين الله. لان هي من اول الجمل اللي سمعتها بحركه التجدد بروح القدس، انه كب حالك بين الله بين ايديه. فاكر شو يعني كب حالك بين ايديه؟ خيي انه انا لا، انا بدي اكون انا ماسك زمام الامور. بس بوقتها كان اكثر واكثر عم بكتشف انه I have to let go، اترك ليكون هو اكثر واكثر عم بيشتغل. فصلاتي لليوم هي دائما يا رب لي ان انقص ولك ان تزيد، مثل ما قال يوحنا المعمدان. فكل يوم بصلي للرب قال له يا رب فرغني من ذاتي، فرغني من انانيتي، فرغني من انا شو بدي، مليني منك، اعطيني اعرف بس كيف بدي تم مشيئتك بحياتي. بتذكر من القصص يلي كنا تجوزنا انا واوديل، ما خبرتكم كيف تجوزنا، انا بعدين بخبركم. anyway، اذا بقي وقت واذا طولت كتير بشرفكم حدا يعمل شيء قولوا لي، لانه انا فيني اشطح اوقات. هلا anyway، بتذكر كان بدنا نشتري البيت انا واوديل، وكنا قاعدين باستوديو صغير اول ما تجوزنا. فهلا كيف تجوزنا؟ ما كان معي مصاري، بس لكم قدمت كاستنج على هونيك دعايه. قالوا لي هي دعاية، قلت لهم أوكي. قال بدك تقدم، قلت له بقدم، ما عندي مشكلة بقدم. فقدمت، وبوقتها بتذكر بقيت آخر واحد عم أقدم الكاستينج. سو شافني كان مخرج إنجليزي، وأنا بوقتها إنجليزيتي كان مش إنه عقدي، أقل من عقدي. ففتت اللي فهمته عملته. بتذكر اللي قبلي عدله شي نص ساعة، أنا قعدت لي شي دقيقتين، قال لي اعمل هيك، عملت هيك، يلا فلقت. تاني نهار بتلفن لي بونجور ليك، كثير عجبته للمخرج، اكيد عم تمزح معي. قال لا عن جد، وبده اياك للدعايه. قلت له بس نحن ما عندنا بادجت كثير كبير. انه ايه شو يعني؟ قلت له لك نحن عايزينك نهارين تصوير، بنهارين التصوير رح ندفع 1500 دولار على النهار. انا عملت له انه هيك بدي، انه انا ملكه يعني، انه انا قال لك كونترا تبع 20,000. قلت له انا اوكي صبا، مش مشكله ندبرها هالمره، ما في مشكله. فبتذكر رحت اول نهار لصور، صورت اول مشهد، تاني مشهد انتزعت السياره اللي عم صور فيها. سو ساعتين فلينا على البيت، جبرنا نزيد نهار تصوير، زدنا 1500 دولار تانية. وبعدين رجعنا انا وقبل اخر نهار ما خلص قلبنا نمضيك على ورق. قلت لهم شو هي؟ قال على السنه ممنوع تصور مع الكومبيتيتور تبعنا. سو بوقتها كان دعايه لفيزا كارد، سو الكومبيتيتور هو ماستر كارد. سو انا قلت لهم دوماج، ما رح اقدر صور معهم يعني. ما في هالكليونات اللي مقتله بعضها. سو بتذكر بوقتها يعني بهاليومين ونص شغل عملت 6,000 دولار، اللي هو رقم لهلا ما بستوعبه، وما بعرف قد ايه الله كان كريم معي، وكيف عن جد بيدبر القصص. وهو عملنا فيهم العرس ومدري شو، وتجوزنا. بس انه اوكي ما في بيت، استأجرين استوديو صغير انا وأديل. بس بعد كم شهر أديل حبلت وصار في ولد جاي، وما بقى فينا نعيش باستوديو، بدنا بيت. بدك بلش تفكر ببيت. طيب اوكي عظيم، فكرنا ببيت. وبتذكر بدي اخذ قرار البيت، والزلمه ناطرني وحيشر انه ما بعرف معي، كان بتصور بس الدفعه الاولى هي اللي معي اياها. وكان في ضغط كتير كبير انه بدك تشتري هلا ومش هلا ومدري شو، كنت
كتير تعبان يعني روحيا وفكريا ونفسيا، انه خيب كيف بدي اعمل، من وين بدي اجيب مصاري، انه دفعت اللي معي هن دفعه اولى وبعدين كيف بعيش، كيف بخلص حياتي. بتذكر فت كان في سجود للقربان، قدست، وبعد قداس هيك ركعت قدام القربان وعم بقول له للرب انه ما فيك تتركني هيك، ما فيك، يعني بدك تقول لي شيء، انه انت قلت لي انه انا بامن كل شيء، طيب انه قل لي شيء، انه بدي اعرف شو بدي اعمل. فبتذكر في طنط بالكنيسه عندنا، انا كثير 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 تزعجني بوقتها، اوكي هلا بخبركم ليه. فهي الطنط اللي ما في صله بيني وبينها غير انه كانت تزعجني بدها الغلط، ودائما بدها تعمل كثير قصص بالكنيسه يلي انه كيف ما راح نفوت بهول القصص. بقى هي الطنط ما بعرف كيف، ما بعرف ليه، انا راكع على واحد قدام بالقربان، في كم حدا ورا ما طلعتني فيه. هالطنط بتقرب لعندي يلي ولا مره حكي انا وياها، بس بعرف انها بتزعجني، بتقول لي حرفيا، بيقول لك الرب عمولي اللي لازم تعمله وهو حدك، وبتفل، لا بتسالني ليه ولا بتسالني شو صاير معك ولا شيء. هالكلمه اللي بتقول لي اياها، هو الكف اكلته، هو الكف انه الجواب انه روح اشتري البيت. ثاني كف اللي اكلته من شخص يلي انا بالنسبه لي كان مزعج، الله وصل لي انه حتى هيدا هي بنتي وهي اختك وهي الطنط يلي انت ما بتحبها او بتزعجك، هيدي بنت الله وهيدي اللي وصلت لك شيء من الرب. فكان هالقد واضح المساج من الرب انه انا حاضر، انا موجود، وانا بكل شيء عم بعطيك اياه انا عم بشفيك من كل قله محبه عندك اياها، من كل قصص اشخاص بتزعجك. فهالقد الله بيشفي وبيبارك بكل شيء بيعمله. فهالقد الله امين، وامانه الله يعني كفت من بعد العرس، يعني تجوزنا مثل ما قلت لكم، يعني عملت هالدعايه وبعدين البيت تدبر. وبتذكر كمان كل ما يخلق ولد يكون القصص عم تتدبر بطريقه عجائبيه، مع انه وضعنا المادي، انا بوقتها كنت اشتغل بمدرسه، سو انا ومرتي اثنيناتنا بمدرسه وكلنا بنعرف معيشات المدارس شو هن. ف كل وقت كنت اتجرب فيه اقول انه خيي انه كيف بدي اعيش، كيف بدي اكفي حياتي. كان في خيي دائما يسالني بوقت كنت عم شارك انا، ويقول له يا خيي هيك معبق، يسالني سؤال واحد، يلي نمت بلا عشاء؟ قال له لا، يلي شكور الله، انت بدك تصدق انك اهم بكتير من كل العصافير ومن زنابق الحقل. فكنت اضحك بوقتها، بس كنت حسها مثل كلمة تشجيع، صدق اكتر واكتر امانة الله، والله قديه كريم معنا. وبتذكر التحدي الاكبر يلي عشته قبل عرسي هو انه كيف ممكن اتجوز وانا ما عندي ولا علاقة جنسية، انه ماني ظاهر مع غير بنت، انه انا انغرم باوديل وتعرفت على اوديل وحبيت اوديل، مع العلم اني كنت مقتنع انه هيدا الشيء خطيه، بس كان بالنسبه لي خي ما عندي اكسبيرينس، ما لازم يكون في اكسبيرينس. فكان في حدا من الاخوه يلي كمان هيدا خي قريب لإلي، قال لي اشكر الله على هالنعمه انه حفظ لك على نفسك وجسدك لمرتك لتعيش هالشيء بطهاره وبقداسه مع مرتك. بوقتها فهمت قديش الله كان عينه علي بكل هالسنين يلي بوقتها كانت كتير هين علي انه اجري تزل، بس بوقتها ما سمح بهالشي. فبتذكر اول ما تجوزنا انا وقديل قالوا لي بعدك شاب، عمرك 27 سنة، وين رايح؟ بس انه كان هالقد الله مدبر كل شيء. بتذكر اجلنا عرسنا لانه ساقب بحرب تموز بال2006، بس كمان هالتأجيل وكل هالقصص اللي صارت كنت عم شوف أكتر وأكتر قدي الله كان عم يتمجد. بتذكر كان عندي مرشد روحي وكانت قضية الحبل بيتيا، كنت عم فكر إنه قدي صعبة هيك إنه وجاي ولد وماديا بالويل الوضع كان بوقتها. فقال لي هلا أنت مبدأ إنه تيا هي بنتك؟ طلعت فيها قلت له باردون شو قصدك أبونا؟ قال لي حبيبي تيا بنت الله، والله رح يدبر كل شيء، والله عينه عاتية قبل ما تكون انت عينك عاتية، وهي بنته قبل ما تكون بنتك. بوقتها فهمت انه كل شغلة لأولادنا رح تكون هالقد مأمنة وهالقد الله عينه علينا.
من الأخبار اللي كتير بحبها، بتذكر ابننا الثاني بوقتها كان عامل أوتيت وحيلته حالي، وبده حكيم، وبدنا نركض، وجيت أنا على البيت قالت لي ليك ما بقى يحمل، ضروري ناخده، حكيت البيدياتر بنروح لعنده، رحنا لعنده على الطريق، قلت لها طلعت بأوتيت، قلت لها معك مصاري؟ قال لا ما بقى معي شيء، قلت لها ولا أنا. قالت لي شو من إلا هلا؟ قلت لها شو بدي أعمل ما بعرف، إنه أكثر شيء بقلها ندفع لك شهر الجاي، شو بعمل إنه ما بقى في مصاري. قالت لي اوكي. وصلنا فحصته، طلع بوقتها جو يعني كارثه الوضع، بده انتيبيوتيك ومدري شو، وصفت له ليستة ادويه انه هودي كلهم موجودين كانوا عندنا لان عندنا اياهم، بس الانتيبيوتيك مجبورين نشتري. فبتذكر فلين انا بكل شهامه بمد ايدي على جيبتي انه انا يابا اللي حامل الكاش معي. قلت له دكتور قد ايه بتريدي؟ قلت لي لا شو قد ايه بريد، ولو الصبي ساق من هلا قد ايه بريد، ما بدي شيء، يلا روحوا. طلعت فيه اوديل انه يا مجروح شو عم تعمل، شو بدك تقول له؟ بقى طلعنا بعدنا انا اوديل انه حتى بهالشغله الله بيدبر القصص. وصلنا على البيت بترجع بتعيط لنا بتقول لنا لحظه ما تروحوا، انا عندي الانتيبيوتيك ما تشتروه. فمش انه بيدبر كل شيء، لا اكثر من كل شيء، يعني هالقد امانته وعينه هالقد كانت علينا. سو من وقتها لليوم الله هالقد فاتح مثل ورشة بحياتي، ومن وقتها لليوم الله عم بيبحش أكتر وأكتر، وعم بيطهرني وعم بيجددني وعم عم بيعطيني النعمة أكتر وأكتر أعيش هالشي. وهالشي عم بنقله اليوم لعائلتي لأولادي، لما أطلع فيهم يلي هني كمان أكتر وأكتر عم يلتزموا بحركة تجدد بالروح القدس، عندهم وقت صلاة، مهضومين قبل الصوم بيصيروا كل واحد يقول للتاني انت عن شو رح تصوم، انا عن شو رح صوم. فبتطلع بلاقي انا وقديل انه كل هالشي اللي انا وياها اختبرناه بوقتها، وانا وياها قررنا نعيشه لاولادنا، انه هن عم بيعيشوه هلا، ما في شيء بالاجبار، يعني ولا نهار نجي نقول لهم لا بدكم تعملوا هيك وبدكم صوموا عن هالشغله عن هالشغله، هن منهم لوحدهم عم بياخذوا هالانيشيتيف. وهذا الشيء عن جد بشكر الله عليه، لان بشوف قد ايه الله هيك مركنا بهالولاد. القديسة تيريزا فيلا بتقول انه الله ما بينقصه شيء. وقبل كنت خاف من الله لانه حسه دائما بده يقشطني شيء. ومن القصص اللي كنت خاف دائما انه بده يقشطني اياها هي اذا بدكم كل الموضوع المسرح والكاريير. وانا بس لتعرفوا انه من كذا سنة لورا اخذت قرار انه انا بدي اقدم المسرح كهيك، مثل كان دايما في خي مره سالني قال لي شي مره فكرت فيها انه تقدم هالشي للرب، قلت له شو يعني؟ قال لي انه الرب بوقتها قدم طلب من ابراهيم يقدم له اسحاق. قلت له شو قصدك؟ قلت له لا بس انه هيدي كاريرتي وهيدي حياتي وهيدا كل شيء انا بعيش منه. قال لي انه ليك صلي على هنية، بس انا وعم صلي حسيت بهالشي. قلت له ليك بصلي، مع انه بوقتها ما اقتنعت ابدا فيها، بس هيك صرت صلي، وعن جد اكتر واكتر كان الله عم بيحط راحة بحياتي وبقلبي على كل هالشي. وكنت دايما بس شو فكر انه اوكي ابراهيم حط اسحاق حطه على المذبح، بس لما اجى حطه على المذبح وحمل سكينه شو قال له الرب؟ قال له اسحاق سكينك، وعطيه شو اسمه بوقتها ليقدمه كذبيحه. فهيدا كان رأيي مثل كل شيء، يعني هيدا كنت انا مفكر فيه. بتذكر مره كان عندنا جروب، اجى حدا من امريكا، شخص امريكاني اللي ما بعرفه، نتعرف على بعضنا جاي يتعرف علينا ومدري شو، فتنا جروب يعني جروبنا الصغير يعني بحركه تجدد الروح القدس. ف بتذكر كنا نفل بكير لان كان حدا من الاخوه يكون ناطر تيا لنرجع على البيت، فعلى 10:30 بيلحقني على الباب قال لي ليك انا ما بعرفك بس هيك انا وعم صلي حسيت الله بده يقول لك شيء. قلت له ايه اكيد قل لي. قال لي في اسحاق بحياتك يلي الله بده اياك تحطه على مذبحه، بس بده اياك تذبحه وما رح يقول لك تسحب السكين، مع انه بوقت الزلمه لا بيعرف شيء عني ولا بيعرف عن اسحاق ولا بيعرف عن ابراهيم اللي بحياتي انا. كان بالنسبه لإلي مثل جواب كمان انه ايه هيدا الوقت يلي بدي احط هالشيء على مذبح الله. بوقتها كانت هينه، ما كانت اصعب شيء، بس الله عطيني النعمه. واليوم
اليوم 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 بس ارجع اطلع لورا لهالسنين اللي لورا، بتطلع انه كل هالوقت يلي كنت عم بستثمره بالمسرح قد ايه الله باركني اضعاف واضعاف، وان ماديا، تو باركني وعطيني النعمه يكون عم بعطي وقت اكثر لعائلتي، اعطي وقت اكثر انه اخدمه هو بحركه التجدد بروح القدس، اعطي وقت اكثر لحياتي الروحيه. وبوقتها كان الله اكثر واكثر عم بيدبر القصص الماديه بطريقه مش انه عجائبيه، يعني اكثر ما كنت طلع بشغل التلفزيون والمسرح على اضعاف واضعاف. كمان بتذكر من القصص يلي هيك اختبرت هالقد وجود الله، لانه بما انه كل موضوع هو he was there، بتذكر انه من القصص اللي اختبرتها هي مصالحة بين امي وبي. قلت لكم بي رجع من السفر بعد تقريبا 25 سنة، يمكن لا بلا 25 او 24 سنة، يعني بوقتها بتذكر كان يعني هو وياها اكيد ولا وارد كانوا يرجعوا يعيشوا سوا. بتذكر في نهار هو كان عايش بمحل وهي بالبيت، ببيت يعني ببيتنا، فبالتلفن لي نهار سبت النور عم تبكي. قلت له شو بكي؟ قال بيك رجع على البيت. قلت له شو بي رجع على البيت؟ قال ايه بيك رجع على البيت. قلت له شو صار؟ قال اجا وحكينا انا وياه، اعتذر مني واعتذرت منه وبيك رجع على البيت. هذا اكثر شيء عرفته. بس اليوم لما اطلع وبشوف قد ايه امانه الله حتى بهالديتايات يلي بيقولها بأعمال الرسل، بيقول تخلص أنت وأهل بيتك. فكرت إنه كل هالصلوات صلينا، يعني عم بقولكم على سنين، 6 7 سنين بيتصلي وصوم على هالنية، إنه هالقد أمانته. بس مثل ما السما بتبعد عن الأرض، هالقد أفكاره بتبعد عن أفكارنا ووقته غير وقتنا. فكل هالشي كنت عم شوفه ومش عم بستوعب إذا بدكم، بس هالقد الله كريم، هالقد الله موجود بالديتايات تبع حياتنا. يلي اوقات بنفكر انه شو فضيله انا، ايه فضيله انا توني معركش، فضيله فضيله لكل حدا منا، وبيعرفنا باسامينا وبيعرفنا وحفظنا وخلقنا والبتكن ايه، وهالقد بحبنا يعني. واكثر واكثر فهمت اذا بدكن معنى ابوته لنا وبنوته له بالوقت اللي انا صار عندي اولاد، صرت افهم اكثر واكثر قد ايه هالقد الله محبة، يعني محبة بيور محبة. ف اليوم فكر انه اوكي عظيم صرت قديس، اكيد لا، بعدني خاطي واكبر خاطي، وبعد عندي طلعات ونزلات بحياتي، وبعد في تجارب وفي تحديات. بس الاهم من كل شيء عم بعيشه اليوم انه صرت مآمن انه الله الاب امامي كل حين وعن يميني فلا اتزعزع. يسوع الابن اختبرته كمخلص يلي هو منه كل شيء وبه واليه، والروح القدس هو اذا بدكم هالقوه، هو هالمعزي يلي ارسله الاب من 2000 سنه ولليوم بعده هالروح موجود لنجد ضعفنا. فهيدا ايمان اليوم، وهيدا حقيقه مآمن فيها ومصدقه، انا مرتي واولادي مصدقه ومآمن فيها، والله عطاني النعمه اكثر واكثر كون عم بعيشها، كون عم بختبرها كل يوم أكتر وأكتر. برجع بقلكن الأساس إنه أوقات بمشي على المي، بس أوقات عم بقشط وعم بغرق، بس دايما إيد الرب عم بتكون حاضرة لحتى ترفعني لإله، لحتى أكتر وأكتر تعطيني النعمة على إن يكون عم بختبر علاقة أعمق معه، علاقة محبة، علاقة بي وابنه. وهالشي ما بيوقف، يعني كل ما أكبر بحس إنه بعدني صغير مع الرب، يعني بعدني ابن وبعده بي، وكل ما أكبر بعدني بحس إنه هالقد الله، هالقد الله حاضر بحياتي. بتذكر في مرة عملت رياضة لوحدي وحطيت مثل إكسات بكل وقت ما حسيته موجود بحياتي، بس لما رجعت عملت إذا بدكم مثل إعادة قراءة لكل حياتي، اكتشفت إنه لا، هونيك بهاللحظات he was there، بهاللحظات كان موجود، بهاللحظات كان حملني وكان غمرني بمحبته وكان موجود لإلي. فبشكر الله على هالنعمة، بشكر الله أنه عطيني النعمة أعرفه واختبره وأعرف
اخلق هالعلاقة الشخصية بيني وبينه، أعطاني النعمة اختبره كبي صالح، كبي حنون، أعطاني النعمة اختبر عمق محبته لإلي، وهالشي ما بيوقف بعده لليوم، ورح يكفي ويكفي ويكفي. آمين. اخفيته؟ جميل جميل. You are here, you are here, you are here, Jesus. You are here, you are here, you are here. Jesus, I believe in you, my Lord and God. I believe in you, Jesus. I trust in you, my Lord and God. I trust in you, Jesus. أمين. و God bless you توني، ميرسي على هيدي الوقت يلي شاركنا فيه مع هيدا الإله الحي يلي عايش معنا، يلي عايش معك بكل لحظات اللي شاركنا فيها. نحن هيدا الشيء بيلمسنا بشكل جروب وبشكل انديفيدوال كل واحد، وخاصة أنا، خصوصا أنه هيك البوان سنترال يلي فيه اللقاء الأساسي مع الرب هو بالسيمينار تبع الحياة بالروح، Life in the Spirit. وهيدا السيمينار يلي صار لنا نحن عدد كبير منا أنه يعيشوا، ويلي كان ولادة روحية جديدة مع الرب، يلي هيك غير مفهومنا للإيمان، يلي غير مفهومنا للكتاب المقدس، يلي غير مفهومنا لكل لحظة بحياتنا يلي صرنا عايشين نحن وياه بشراكة مثل العروس والعريس. هو عريس روحنا، عروس نفسنا وشريكنا، وهو مشاركنا بألوهيته. ونحن بنشكر الله عليك لأنه قدرنا هيك بكامل فرحك وبساطتك أنك توصل أعظم لغز يلي هو حب الله، وأعظم لغز اللي هو حضوره الدائم معنا. أنت اخترت بعض الأمثلة من حياتك لتقدر توصلنا هيدا الشيء، ونشكر الله أنه الروح اشتغل وكان حاضر بكل كلمة قلتها، لأنه قدرت ترجع هيك تولع النار بقلوبنا، تولع النار تبع الحب الأول تبع هذا اللقاء مع يسوع. أنا بدي أعطي مجال للي حابب يقول شيء لتوني، أما يسألوا شيء please raise hand لحتى نقدر بهذا الوقت هيك نكون عم نتشارك بأسئلتكم، أما بشيء اللي حابين تقولوه. بس ما تصعبوا الأسئلة بليز، إيه ما بحمل آخر الليل. بنبلش مع عليا. بونسوار جاد، زينة، بونسوار ميساجي، وبون ديمانش. بونسوار توني، اشتقني لك. أنا كمان طبعا. بس عفا بدي أقول لك بدي أشكر الله إنه جاد ستة إنشر بليز، عم أقول سلمان توني كجو كوني، يا بس هلأ جاد كوفير هيك لوتر توني يعني أتربات. هي واز هير. جو بدي أقول لك بون فات، لأنه سي لا سومان دو لا فات دي زيديكاتور، إي توا تشي أن بون إيديكاتور. يعني je garde le bon souvenir avec beaucoup d'émotion de la première colonie à l'école, au collège, tu sais, au Saint-Kirk-Ferhbib, où mon neveu, tu étais responsable de mon neveu. Où, yani, que le Seigneur te comble de ses grâces et fructifie tes dons. Ta famille, Odile, Sœur Saint-Pierre, ton frère, ta mère, ton père. Je vous salue, Marie, je vous salue. بس هيك جو فو بارتاجي لي بون مومون دو ليديكاسيون يعني افيك توا سورتو او سالون دو ليفر، يعني انه مع انه هلا ريسامون
j'ai la situation. Maintenant, on est dans le salon du livre. Je vous salue, Marie, pour te dire bonne fête et pour Jade et toute cette série de témoignages. Je vous salue, Maman Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut, Madre Teftah al-Kamel. Yalla, aux unions de prière. Merci, merci, Alia. Bye merci, bye. Thank you. Firas? Oui. Mas al-Khair, Mas al-Nour. Merci, Tony, بتشكرك على مشيت الحياة تبعك. في عندي أول شيء سؤال لك وبعدين سري سؤالات إذا بتحمل لأنه أنت قلت لنا ما بتحمل أول ما بلشت قلت لنا بتحمله أكيدين فهلا عم بسألك أكيد مستعد تجاوب على السؤالات ولا لا الله يستر نوع على أكيد الله ساتر على طول بتحس علاقتك مع الله هي علاقة مصلحة يعني سوبر ماركت هل ربنا إذا ما كان يمكن بيأمن لك يمكن حاجاتك بدي أقول المادية أو حاجاتنا الأرضية اللي هي حكمة مع الأولاد كيف خبرنا عن البيت كيف اتجوزتوا كيف اشتريت البيت كيف هدول هو لو ما كانوا موجودين وين كان الله بحياتك ليك أنا بآمن بشغلي إنه الله 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 والله حاضر وأمانته من جيل لجيل يعني أنا بالنسبة لإلي ما في مرة بعمل فشخة مع الله إلا ما بيعمل 200,000 فشخة تجاهه سو منا الشغلة قصة سوبر ماركت أو إذا بدك قصة يعني في كتير قصص طالبة من الرب يلي ما صارت بس بسأل ليه ما صارت أو إيه بسأل بس ما بنطر لأنه بعرف أنه إذا أنا شايف يعني إذا حدود نظري من هون لهون الله شايف من هون لأبعد بكتير سو بآمن وبصدق أنه كل الأشياء تعمل لخير الذين يحبون الله يعني إذا عن جد أنا مسلمه كل حياتي وإذا عن جد أنا مواثق ومآمن أنه الله ضابط كل شيء والله قادر على كل شيء بدي صدق أنه مثل الولد أنه أنا ابني لما كان صغير أنه لما كنت أشطو السكين ما كان يفهم ليش عم بأشطو السكين بس أنا كنت عارف أنه عم بأشطو السكين لقله لخيره لو هو زعل أنه أشطني السكين بس برجع بقلك يعني مآمن ومصدق أنه إلهنا إله محبة يعني قد ما جرب أوصف أو إيه يعني مثل ما بيقولوا بعجز عبر قد إيه هالقد الله موجود بتفاصيل حياتنا يعني في قصص يلي ما بطلبها وبلاقيه عم بيفيد علي وفي قصص يلي ما بقولك إنه ما قطعت بكتير أوقات يلي نام ما نام بلتو لأنه أحس إنه خي في قصص كيف بدي أقطع بحياتي بس اليوم لما ارجع اطلع مثل اذا بدك هالاكزرسيس اللي كثير عملته عن كل حياتي ترجع مع الوقت بتكتشف انه لا هالقد الله حاضر حتى بالقصص اللي بوقتها ما بتشوف انه كان حاضر okay. فما بعرف اذا جاوبتك على سؤالك بس جاوبت كثير بدي اسالك سيري من 7 سؤالات بتمنى عليك نو رح يكونوا سريعين وهينين كثير وحلوين كثير إذا فيك تجاوب على كل سؤال بكلمة واحدة إذا أمكن جاد بدي أوصك بس ليخلص الاجتماع يلا قول فراس أوصو بورود بتعصو أوديل تحبه شو هو هدفك بالحياة حب الله كلمتين معلي ايه ما بيأثر بس ما نطول كتير مين انت ابن الله اذا بدك تنقي شخصية من الانجيل غير يسوع والعذراء بطرس مين بتنقي بطرس وقعت روح القدس بحب المشكلجية انا
هاي مشكلتي. الروح القدس قوتي العذراء إني يسوع. خلاصي ميرسي كثير لإلك. ميرسي لك يا رب. انجحت بالتاكس. ما عليه ما عليه. بس بدي اقول لك بحبك كثير وفي لك 100 ورده لإلك. ميرسي في راسك لك زو. باوسك. كمان. ثانك يو. توني انا بدي اسالك سؤال. خلص انا اخذت الكوتا تبعك انت اليوم خلصوا. انتوا بالعائلة كم خي اما كم اخت هيك لانه يمكن عندك انا كان انا عندي خي اللي هو اكبر مني، اخت اكبر مني واخت اصغر مني، سو نحن اثنين باثنين. والحلو انه بعلاقاتنا اليوم كاخوه يعني نحن كثير قراب من بعضنا، وبروبلي من وراء كل المشاكل اللي صاروا بعائلتنا خلتنا نكون كثير قراب. يعني انا حكيت عن السند اذا بدك كوتيل كوميونيتي والجماعه، بس كمان سند اخوتي، مش انه يعني ما فينا عبر قد ايه اخوتي هن سند بحياتي، يعني ان كان خيي الكبير، خيي الاخت الاكبر منه، حتى اختي الاصغر مني. يعني هل قد الله مباركنا ببعضنا، وهل قد الله عطينا نكون مثل اذا بدك كثير قراب من بعضنا من ورا كل القصص اللي صاروا، فبشكر الله عليهم كمان. وهيك يعني مثل ما بيقولوا شقفة من قلبي هن، يعني بكل حياتي، واكيد لليوم ولكل لحظة بنسند بعضنا وقراب من بعضنا وبنحب بعضنا. واليوم بتطلع يعني انا وخي واختي ثلاثتنا مجوزين، عنا 9 اولاد، سو بتطلع باولادنا قد قراب من بعضهم كمان، بلاقيها نعمة نعمة كبيرة كمان. والحركة هني ولا ليك هو الغريب انه لا، لانه هلا مشكلته رح اقول لك، لاختي مسافرة منا عايشة هون، اختي الثانية طبيعة شغلة، وخي كمان لانه بيسافر وبيجي، سو ما فيهم كتير يلتزموا إذا بدك بي بي بي، بس إنه ناس براتيكان وكرويان وبيقدسوا كل شيء وبيصلوا، فمنوا الناس لبعاد عن الله، بالعكس. أنا سؤالي كان إذا في حدا من القراب منك إن كان عائلتك صغيرة أما الأبعد سات الأبعد بعد ما بيعرف حب الله وما اكتشف حب الرب، أصعب ناس توصل لهم الله، مش هيك؟ كنت أسألك أنت كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ ليك بمطرح صار في كلاش بيني وبين حدا صراحة، كلاش يعني منه مش أنه بس أنه بوقت يلي حدا إذا بدك فيه رفو لهالشي، رفو انه منه رفو كاتيجوريك، يعني بيأمن بالله وكل شيء، بس ما بقول لك بعدني لليوم عم صلي له، بصلي له يعني، بتذكر امه لأغسطينوس قد ايه صلت له، سو عم صلي للشخص وبصلي لكتير غيره، لانه اصعب شيء تبشر اهل بيتك مثل ما بيقولوا، بس اوقات بأمن انه البشاره منا بس بالحكي، بس هي بالافعال. البشاره لما حدا يلي بده يعرف الله وما بده يعرف الله وخايف يعطي حياته لله، انه يتلفن لك بالوقت بيكون قاطع فيه، بيقول لك ليك بليز صلي لي على هالنيه، او اذكرني بصلاتك لهالشيء. بعرف هون انه عم بيختبر شيء، بس لو بطريقته او بطريقه معينه. فانا بين انه شهادتنا منا بس بالحكي، بس هي شهادتنا بصلاتنا بافعالنا بطريقه كيف نتصرف، كيف نحب الاشخاص، كيف نتعامل معهم. وبتوقع يعني انه وكلنا قد ايه اوقات فينا بلحظه تزل اجرنا ونحس، بس الحلو انه بيصيروا انه ياخدين عليك انه انت بتصلي. يعني بتذكر اول ما بلشنا هي نكته، كنت سرب مأخر، انا كنت راجع من المسرح، كنا بعد ما تجوزت ولا شيء، بعد نعيش بيت اهلي، فكل ما ارجع اكون انا، كنا انا وخيي كبار، بس كانت خطتنا سوبر بوزي، سو انطر لاوصل لفوق، قال لي توني فيك جيب لي مي بشرفك عطشان، لو بيير بشرفك انه هلا بعدني طالع على التخت، ما قلت جديده،
كان دايما يقول لي انت بتصلي انت، سو مثل الشاطر راح انزل وراح اجيب له ماي، فكانت مثل اذا بدك شوي اكثر يعني مثل تشهد بهالطريقه، وبيصيروا مثل انه ناطرينك ايه ما انت بتصلي. سو بس حلو هالشيء، انا بنبسط بهالشيء، بلاقيه انه بارت من شهادتنا يعني. أكيد. أنطوني. هاي توني، كيفك؟ هاي أنطوني سمية. لأنه سميك ما رح أسي عليك، تخيل. أول شيء مرسي كثير على الوقت اللي أعطيناه كلنا سوا للرب. دبي مش شالي، بدبي شاحط. هلا ببعث لك لوكيشن. باي ذا واي انا خيي لجوال. اوكي فهمنا يا جوال، احكي على وي. اذا بتصلي جيب لها شالي. ستوب، انا ما خصني. الحمد لله كل اخوتي عندهم بيوت. يلا قول. توني، أول شيء بعتقد حتى لو أنت قدمت كاريير التمثيل للرب، بس أحلى شيء أنه قدمت الكاريزم اللي عندك إياه كمان للرب. يعني your sense of humor قريب على القلب، بيعطي قطيع عن يسوع كتير حلو وأنا كتير بحبه. فبس بدي أقول لك حتى لو كاريرتك قدمتها، بس مواهبك كمان قدمتها بس لإله كمان، وهذا الشيء ظاهر وواضح. نشكر الله. نشكر الله. أنا عندي سؤال، هلأ شو بتشتغل بالحركة؟ مظبوط، أنا مسؤول عن مكتب حركة تجدد بالروح القدس بمنطقة بايزة بأمبلييس. أوكي، سؤالي الأحجار يفسروا أوقات بس واحد يكون عباله يفوت على محل، على شركة يشتغل فيها، بس يفوت عليها بيكتشف يمكن هيك قصص كتير ريليتد للشغل، بيكتشف مشاكل، بيعيش قصص أقرب من إذا شافها من برا. قدي صعب إنه يكون شغلك هو ذاته محل راحتك، يعني لما تكون هالقد exposed يمكن على قصص كتير بروفيسيونال، أو هيدا شغلك اللي بتروح عليك اليوم، كيف قدي صعب تقدر، مش هقول تفصل لأنه هو ذاته توني، بس كيف بتقدر أنه ذات الشخص يلي عم يشتغل بذات المحل عم يرتاح فيه؟ ليك مساق بأنه أنا قبل ما بلش الشغل أنه كل الأشخاص اللي هونيك بعرفهم منيح، منه كان شيء جديد علي. في تحديات، أكيد في تحديات مثل حي الله شغل، وفي كلاشز بيصير، وأكيد إيه وأوقات في سوء تفاهم بيصير من هون، بس برجع على بولس شو بيقلنا، أنه المحبة تصفح، المحبة تستر، المحبة اللي بدك إياه. الأساس لما يكون في محبة بين الأشخاص، أنا بلاقي بتقطع كل الشوط اللي لازم تقطعه، وبتقطع كل التحديات وال ف ودائما بنرجع. نحن عنا وقت صلاة حتى بشغلنا، كل نهار أربع بنصلي نص ساعة سوا كتيم، وبقلب هالنص ساعة دائما بنصلي على نية علاقاتنا، وعلى نية إنه ما كمان بهيدا الشغل نحن عم نشهد لكل الأشخاص اللي حوالينا. وبلاقيها نعمة إنه أنا لإلي هي أحلى كدو كان إنه كون عم بشتغل بهالمحل، مع العلم مثل ما أنت قلت إنه إيه في قصص بتصير تشوفها يلي فيها بمطرح إنه تقول إنه تمام لا ومدري شو لهيك عم بيصير، بس إنه بالنهاية الأساس والأبعد من هيدا كله هو محبتنا لبعضنا البعض، وهالمحبة يلي بيقول الرب من محبتكم بدون يعرف إنكم تلاميذي. وهيدا شيء منذكر بعضنا فيه كلنا بالمكتب، وبلاقيه نعمة، ونعمة كتير كبيرة. التحديات موجودة، المشاكل موجودة، بس برجع بقول لك الأساس إنه نحط دايما عيوننا على الهدف اللي هو الرب اللي عم نخدمه. آمين.
بس عم بتخيل كم واحد بيقول لكم واحد مش انت بتصلي انه انت بتصلي، عم تخيل بهيدا الشغل مسائلين بهذا الشغل ما حدا بيقول لحدا الان كلنا بنصلي الحمد لله. ايه انه اذا بدكم تستعملوها مع بعض بعتقد بتضلكم ما بنقولها او ما بتقولوها صح، ما بنقولها، هويتنا صارت خلص كلنا بنعرف. مش هيك عم بقول لك انه الاساس دائما نركز على الهدف. امين امين. ميرسي كثير. Thank you. ميرسي لك. راح أنتوني إجي جوال. يلا نحن هيك نجي باي ذا واي نجي ورا بعض. فوتنا باكج بمشكلة توني إلى أول ما إلى آخر. ما في غير إيمانك بتسعفنا هلا. توني إيمان مش غير شيء. لا إيمان إيمان بس. أول شيء هيك أنا كثير بدي أقول لك ميرسي على هالتيمونياج يلي مثل ما قال جادو هيك رجع ولع اللقاء الأول اللي عملناه مع مع يسوع ومع روحه الحي بقلبنا. بدي أشكرك لأنه قصتك منا ملكك، بما أنه إلهك هو إلهنا، وهو حتى لو عايش فينا أوقات منضيعه نصير عم نفتش عليه، وكل ما نلاقيه منلاقي حالنا وكل ما نضيع حالنا منلاقيه. فبدي لك ميرسي لأنه بهالتيمونياج جاوبتني على تساؤلات كتير اليوم هيك كانت بوسط هيك بأسئلتي ليسوع قاعدة بقعدة تتأتات معه مرتبة. سؤالي لك هو التالي. خلص ما سألتي في لس... شو؟ ما سألتي ليسوع وجاوبك خلص شو بدك فيه؟ ما هو جاوبني عبرك هالمشكلة شو بدي أعمل؟ أمرك لأله. أنا اللي بدي أقول فراس سألك عن علاقتك مع مريم أو مش علاقتك، وصفت مريم بأمك وهيدي أنا مؤمنة إنها حقيقة، بس عبالي أعرف أكتر عن ديتاي إذا كان إلى دور مريم بأنك تتعرف على ابن يسوع أو مخلص يسوع. سو كيف كان دورة بالشمينمان سبيريتويال تبعك؟ ليك الحلو بمريم إنه كل هدفها توصلنا لابنه، وأنا بلاقي خصوصا بأول فترة، يعني بأول فترة اللي تعرفت فيها على الرب كان يطلع لي كتير وقت صلي للعذراء، كان يطلع لي حتى بكتير أوقات إلا مش أنت افعلوا ما يأمركم به، سو قليلي بس شو بدي أعمل، خليني أسمع صوته، خليني أتعرف عليه. سو لليوم مريم يعني مثل ما قلت مريم دورة مثل أم اليوم، يعني أم الأرضية، إنه أم الأرضية مش كل يوم بحكيها ومش كل يوم بقطع لعندها ومش كل يوم بزورها، بس هي أمي ومنعرف شو أهم شيء للإنسان. لو قد ما تكبر الأم بتضل أمه، يعني بتضل إذا بدك عندها دورة وعم تلعب دورة. فكل يوم بحكي مع مريم، لا بس مريم أمي ومريم موجودة بحياتي، ومريم مثل كل حياتها يعني عندها الدور الخفي بحياتنا كلنا. وبرجع بقول لك اساس مريم هي انه تردنا لابنه. فباول فتره كان عندها وبعدها لليوم عندها دوره بحياتي، وخصوصا بالاوقات اللي بكون هيك تعبان فيها، ف اكيد لها دور ودور اساسي ودور مثل ما قلت لك مثل دور أم اليوم، يعني هالدور الخفي يلي كل فترة ماما عايز شيء بدك شيء عايز شيء لأولادك بدهم شيء، ماما عملت لك طبخة تاخدها، يلي بعدني لليوم بنبسط فيهم مع أنه عمري صار 44 سنة، بس هيدا دور الأم يلي إذا بدك نخفي وبذات الوقت أساسي. أمان مرسي بكو توني، الله يقدسك وذكرني بصلاتك بالاسم. جوال ابو حيدر ما تنسى ايد عندك جوال ابو حيدر 11 نقاش 11 نقاش. شكرا. توني انا بدي اسالك، انا الكتله تبعوا لي اكبر من غير في واسطه. أنا رح أسألك عن الكاريزما. أنت وقت عملت هالشمين ما بالحياة بالروح وبلشت، هل اكتشفت أنه أنت عندك كاريزما معين
أكثر هيك للخدمة، واضح ظاهر لإلك؟ وهل اختبرت أي شيء خاصه ب مثلا بتصلي بالألسن؟ بدي أفتح هيدا الباب، هل شباك لحتى من بعده أطلب منك كمان إذا أنتوا اليوم عم بتنظموا أي سيمينارز بهيدا الشيء كمان أنك تحطنا أو كونتاكت لنقدر نشارك معهم مع الجميع على الكل اللي قادر يشارك، وتخبرنا شوي أكثر عن شو عم يصير هيك، وين بيقدروا الناس يصلوا معكم وأمتين وكيف. بس إنما أول شيء من السؤال هو parole de connaissance, prophétie، أحيالا شيء هيك ضوى أكثر بالشمينمان تبعك تبع بالفترة تبع السيمينار وهلا. لكن الأكيد أنه بقلب كل شيء كنت عم بقطع فيه، بقلب كل شيء كنت عم بعيشه، وبقلب كل شيء كنت عم بختبره، كنت مع الوقت عم بختبر مواهب الروح القدس، يلي هن الألسن، كلمة المعرفة، وكتار قصص غيرهم يعني. وبكتير أوقات مثلاً يلي هيك وعى بالليل بحس مثل كأنه اسمع صوت انه صلي لإكس، انه قوم صلي لإكس ونام. تاني نهار اعرف انه إكس كان قاطع بشي بليلته هالقد بشع. يعني انا بقوتي بقدرت اكيد لا، بصلي بالألسن، ايه بصلي بالألسن، وصلاة الألسن كتير بتساعدني بوقت صلاة البيرسونال، بوقت صلاة الجماعية، يلي هالصلاة يلي ما بتفهمها، يلي جاي دايركت من الروح، واللي الله بيعطينا النعمة، ويلي بوقت منخاف منه ومننقذ منه، بس مكتوبة بالكتاب المقدس، بعمل الرسل بيحكوا عنها، وموجودة ومعترف فيها بالكنيسة والبدك إيه. بس كل هاوي اللي ما كنت أعرفهم وما كنت شايفهم، لأنه ما كنت أعرف شو هو دور الروح القدس بكل بساطة بحياتنا. مشان هيك لما سألني في راس عن روح القدس قلت له قوتي، لأنه هو قوتي، هو مصدر قوتي يعني. وهو أصلا هيك قال عنه الرب، إذا ما رح روح ما رح أبعث لكم المعزي، بيقولوا بالإنجليزي المعزي اللي بيساعدكم. فهل قد دور الروح القدس بحياتي أنا بالنسبة لي أساسي، وهيدا اللي الرب أرسله لنجد ضعفنا. فمشان هيك بكتير أوقات بسنين اللي قبل ما كنت أعرف عن عمل الروح القدس، لأنه بمطرح ما عرفوني عليه إذا بدك. فلما جيت على هالحركة صار أكتر تعرفت على كذا شغلة، من بيناتهم تعرفت على كنيستي. يعني بحركة تجدد بروح القدس عرفونا على كنيسة المارونية، يلي أنا بالنسبة لقلي أنه ما قال جديد القديس ماروني طويل بروح عند اللاتين بقدس لأنه أصغر، لا، بس أنا الله خلقني ماروني لكون عم بعيش مارونيتي ولكون عم بختبر مارونيتي. بيفكروا أنه إيه، ما أنتم ما بتصلوا للعذراء، ما بنصلي للعذراء بطريقة قدام الكل، لأنه مش ما بنصلي للعذراء، مؤمنين بالعذراء وبدور العذراء بحياتنا وبحياة يسوع المسيح. بس نحن إذا بدك الكاريزم تبعنا هو تقرب مسكونة، يلي في كنايس يلي بمطارح شو عرفني بتعترف بقصص، بمطارح ما بتعترف بقصص. فبحركة تجدد بروح القدس بنجرب نعمله أنه نحترم كل كنيسة، وكل كنيسة هي شو بتختبر وشو بتعيش، ومنعيش الشيء إذا بدك هالبعد المشترك كلنا سوا، لنكون عم نعيش وحدتنا كمسيحية مثل ما الله أراد. ومشان هيك بأسبوع الوحدة للمسيحيين كل سنة عنا وقت صلاة لهالشيء، لأنه مؤمنين أنه الله بده الوحدة وبده إينا نكون موحدين بابنه يسوع المسيح. هلأ نحن عنا كتير نشاطات بالنسبة لتاني شيء، نشاطاتنا يعني موزعة، وهلأ صارت موزعة بكذا منطقة. يعني بكسروين صار في مركز، بالمتن في مركز، ببيروت في مركز. سو إذا بدكم رح صير ابعث لكم كل أول شهر بيطلع وين الاجتماعات، ومقصمين يعني لعمر إذا بدك في الواي أوت اللي هن أعمار الكنز لديزويتان، اليو سي أو اللي هن أعمار ديزويت فنتوا، الواي بي أول منسميهم يونج بروفيشنال أوتريتش اللي هن أعمارهم من 25 وطلوع الأشخاص يبلشوا يشتغلوا، وعندنا الكابلز اون ميشن يلي هن موجودين كمان بهالثلاث مناطق، حتى في بصغرت أو في بدار القمر عندنا شو اسمه كمان فروعة فوق.
بلبنان، ساندرا عم تسألني إذا بلبنان في إذا بس إذا بس بلبنان، لا هي نحن الحركة التجدد بروح القدس تابعة على حركة عالمية اللي هي اسمها سيف الروح، وحركة سيف الروح في منها بكذا بلد. سو إذا حدا بيحب يعرف بأي بلدان، يعني مثلا بالشرق الأوسط موجودة هلا، في كان عندي ميسيون من فترة بالأردن، في مثل جروب عم ببلش بالأردن، في جروب بساندرا، في بباريس جروب لبنانية هلا بلشوا هونيك، فيني ابعث لك رقم حدا هونيك بتحكي بتنسقي معه. فاللبنانية اللي فادنا إذا نقول بهجرة كورونا أو بهجرة الضيقة الاقتصادية اللي صارت، إنه في كتير لبنانية تركوا وهاجروا بس بقيوا سوا، وهلأ عم صار عنا جروب تقريبا بأبو ظبي، جروب بقطر دي جان بلش من قبل، في عنا جماعة كبيرة بالكويت حتى، عم بحكي هلأ بس بعدني هون بالشرق الأوسط، بسوريا في، بتركيا في جماعتين. نشكر الله، يعني الله عم بيبارك وعم بيعطينا النعمة نشوف قديها القد موجود وحاضر. فنحن عنا مثل كالندر بيطلع كل أول الشهر، حابة أبعث لك يا جاد وانت you can share it مع الأشخاص أكيد. أوكي فراس رفع إيده، فراس عنده سريع بعد 10 أسئلة جديدة جاوب بحرف هالمرة. لا بس مع انه صيام، بس هلا فتحت لي الابيتي تبعي وكل السؤالات. لا يا زلمه خليك صايم، جد بعد صايم، بس مش صايم عن السؤالات، عن الحكي. اوكي بالاجتماعات اللي بتعملوها، انا صار لي النعمة انه اكون بكم اجتماع، كنت بلبنان وكان بفرنسا. في عندي بعدني لحد هلا مش بعدني اذا بدك واقف هيك على الطرف من خلال هالاجتماعات. اول سؤال عندي هو، هل شهدت انت بوقتها كنت بهالاجتماعات تبع تعملوا لوانج لروح القدس وهيك، هل شهدت شفاءات قدامك؟ أول سؤال. شغلة تانية اللي كان أنا بيزعجني بهالخبرية، لأنه هون اللي شفتها أكتر بفرنسا، أنه بيكونوا كلهم مجتمعين بكنيسة، وبيكون في بين الصلاة بيكون في قداس بالنص، وقت اللي بيجي القداس تفضل الكنيسة، مثل كأنهم عم بياخدوا، يعني أنا بتعامل بس مع الروح القدس اللي هو بيعطيني كل المواهب، وبترك الآب وبترك يسوع الابن، مع أنه هو الروح القدس هو محبة الآب للابن. فأنا بالنسبة لي ما في أفصلهم، كلهم بيجوا باكيج واحد. بس أنت سوري، مع مين عم تصلي بباريس؟ قلت لي في جروب هيك بيعمل، في سائبت أنه كان من جماعتين، كان في حدا كمان هيك عاملين على نهارين سبت وأحد، وديزويت في عاملين نهار لمديجوريه كمان بده يجي جروب إيمانويل كمان يصلوا هيك. يعني مرات بتحس إنه أوكي، في يعني في حتى في منهم الأشخاص اللي هني عندهم نعم، ما في شك لأنه واضحة، بس بيصير في عن في، هل أنت عندك إن وجدت إذا بدك الأورجوي اللي هو إنه بلا ما تحس فيها، وقت بتكون أنت مثلاً بصلاتك قدرت تشفي حداً، قدي صعبة تبقى متواضع، قدي صعبة تبقى متواضع وقت العالم بيصيروا عم يركضوا وراك تصلي لهم؟ قدي بتقدر سوري كف أدي بتقدر تدلك تقدر متواضع وهن العالم عم يجوا يطلبوا منك، يمكن من يأس، أو عالم يمكن بيكونوا أول مرة أو تاني مرة ما عم بيفهموا شو عم بيصير، وبكونوا عم بيطلعوا على يسوع، عم بيفتشوا مثل البرص العشرة، كانوا عم بيفتشوا على عجيبة، تسعة شفع عشرة في واحد بس رجع عند يسوع، الباقيين كانوا بس بدهم العجيبة، وانت ما بتعرف اذا هدول الاشخاص كانوا هن بس بدهم العجيبه،
قديه بتبقى من بعد هيدا اللي بقدر اقوله انه بتوصل لفوق للسقف اللي عند الله بتوصل مش للسقف بلا حدود، قديه بتقدر تتواضع من بعدها وقديه بتقدر تدلك اجريك على الارض؟ ما هو بالاساس هو كل شيء حسب توجه القلب. يعني انت قلبك وين؟ قلبك على الشفاء ولا قلبك على الرب؟ اطلبوا ملكوت الله اولا وكل تلك الاشياء تزاد لكم. يعني بما معناه انه انا اليوم عشو عم نبش؟ عم نبش عمجد ذاتي ولا عم نبش انه الله يوصل للاخرين؟ هلا انا بعد ولا مره مصلى مع حدا وشفه بيرسونلي، انا شخصيا انا شاهد على ناس صلى معهم وشفيه، بس ولا مره كمان شفت ناس يلي لحقوا اشخاص وشفيه. مع انه انتبه بالكتاب المقدس بيقولوا بطرس كان خياله يشفي العالم. يعني أنا سامع خبريات كمان عن ناس يلي كانوا إجر أقصر من إجر وطولت قدام عيونهم. بس الهدف من هيدا كله أنه أنا صراحة ولا مرة عرفت أنه حدا صاروا لحقين أشخاص، لحقين الشخص لأنه كشخص. بس بتذكر لما بير ترديف اجى على لبنان من كذا سنة، ما بعرف إذا حدا بيتذكرها هالشغلة، بس كمان صار في كتير شفاءات على إيده. وبوقتها كان دايما يقول لهم أنا ما خصني، هيدا الله اللي عم يشفي. بس في أشخاص يلي بتتعلق بأشخاص، ما بتتعلق بالواهب النعمة إذا بدك أو واهب العطية. فالأساس أنا بالنسبة لإلي بكل شيء عم نعمله دايما نرد المجد للرب، دايما نرجع نحط او نوجه العالم للرب، ما نوجههم على نحن. اذا انه انا اليوم اعطيت التيمونياج تبعي واو بجنن وما في مني وبعقد وشو حلو، بس بدي ارجع عشيه اقول له يا رب كل هالشيء من فضلك انت، وكل اللي شهدته هو انت من خلالك من عملك. في تجربه ايه، ما في تجارب وين ما كانوا فينا نجرب فيهم، بس الاساس انه يا رب ارحمني ورجع أحط عيوني على الله وأتذكر أنه أنا ماشي بعتبر حياتي مثل ما بيقول مربول وصنيفية قدام أنه هو يظهر ويظهر مجده. فأنا بالنسبة لي أضرب خطية وأقوى خطية وأكبر خطية بالعالم هي الكبرياء، والله يرحمنا كلنا. يعني هيدا أنا كل يوم توب عنا الخطية، لأنه إلا ما تقطع بحياتي، وكل يوم كل لحظة بقول يا رب ارحمني أنا الخاطئ، لأنه بتهلكك هلاك وبتجيب أجلك إذا بدك. وبذات الوقت هي بداية لكتير قصص. فدايما بقول له خيي بعد عن الكبرياء، عطيني دايما ضلني مصدق إنه أنت اللي ضابط كل شيء، وأنت اللي قادر على كل شيء، وأنت يلي أساس كل شيء. أنا ماشي يا رب. وانتبه حتى بخدمتي، يعني أوقات بوقف بعطي حديث، بحكي مع ناس، واو الله حكينا من خلالك، بقول له عظيم الله اللي حكي من خلالي أنا ما خصني. وعن جد بكثير اوقات قلت لك بيصلني كلمه، ببعت مساج لحدا بقول له ليك في هيك حسيت بهالايه، لك بقول له شو عرفك؟ بقول له ما بعرف شيء، شو انا اللي عرفني؟ الله قال لي بعت لك اياه، حسيت بشيء وبعتها. انه ف مشان هيك عم لك ترجع تتذكر انه نحن شيء بدون الرب، ونحن نفايه بلا الرب. وهي هي قلت مش بدي اتنفس، بنعمته عم نتنفس. انا هيدا ايماني. هللويا. من هيني بس انه بس بدي اقول لك على شغله، انه هون بفرنسا بلا بيلحقوا ناس اشخاص، يعني حتى شو بلبنان ما بيلحقوا اشخاص كمان، يعني بلا بيلحقوا اخوارنا وبيلحقوا رهبان بلا شايفينه انه هيدا الخوري عنده بتروح بتعترف عنده او هيدا بيصلي لك خلص بيقبع لك اياها من اساسها، بيصيروا متعلقين بالخوري. ما كمان هيدا ضعف البشري، وهيدا نحن وهي طبيعتنا الساقطة. بس انه الله بيرحمنا بالنهاية. مشان هيك دايما بصلاتي انه بصلي للخوارني، بصلي للمكرسين، بصلي للأشخاص اللي بيخدموا بحق للرب، لانه ايه منا هينة ما يتجربوا بالكبرياء، لانه هي اصعب شيء. والحلو ان احنا وليك كل هالشي ما فيك تعيشه اذا ما كنت ضمن جماعة. لانه خي لو شو ما كان، قد ما تكون انت قوي وقد ما تكون انت قادر على كل شيء، بس خي الجماعة بترجع بتعطيك a new perspective لحياتك، بتفرجيك القصص من غير منظار. يمكن انت بتكون شايف شو عرف المشكلة كبيرة، بترجع بتشوف انه او خي بمطرح حسيت حالك استرسلت، صرت انت
رامبو زمانك ترجع لا تذكر انه الله اللي عم يشتغل من خلالك، مزبوط، ترجع تتذكر على هاي الحقيقه. فانه نضلنا نذكر بعضنا ونوعي بعضنا ونذكر حالنا بالحقيقه اللي هي يسوع المسيح، هيدا كمان اساس، وهيدا اللي بيساعدك تضل اجريك على الارض تتذكر انه انا لست بشيء، هو اللي عم يشتغل من بحياتي. ميرسي لك. Thank you. توني ميرسي لك عن جديد. ميرسي لكم. الله يباركك ويثبتك بمشوارك معه، كيف ما مشيت وكيف ما رحت يكون هو روحه وصل لك. إذا قطعت بالأنهر المياه ما تغمرك، إذا قطعت بالنيران النيران ما تحرقك. هو دعاك وانت لقله وافتدك واليوم ظهر من خلالك. نشكرك على قلبك وعلى حبك لقله يلي لمس كتير إخوة معنا الليلة. أنا رح نضل بتواصل معك كرمال نقدر هيك يلي بحب يشارك بأي النشاطات تبع الحركة. أنا شخصياً بدعي يلي بعد ما اختبر الحياة بالروح، وهون هالكلمة منا تابعة لحركة، لأنه الرنوفو كاريزماتيك هو منه موفمان، هو روح القدس مشروع عمله بالكنيسة، هو عمل الروح القدس بالكنيسة بهيدا القرن يلي قطع. وعيناله إنه هو دايماً عم يعمل، إنما وعيناله وفي ناس قدرت تلمس هذا الحضور، وروح القدس عنده عطش ليقدر يحكي ويتواصل كشخص مقنوم الثالث، يعني منه مفهوم، هو شخص حاضر. في كاهن سويسري كان دائما يوعظ يحكي عن الروح القدس، و بوعظاته بالكنيسة، وفي مرة سمع بقلبه هيك الروح عم بيقول له، عم بيقول له إذا بيعرفه، قال له إيه أكيد بعرفك أنا قال له أنت بتأمن إنه أنا موجود؟ قال له أكيد بأمن، ما دائما بوعظ فيه. قال له ليه ولا مرة حكيتني وقلت لي إنك بتحبني؟ وهذا الكاهن من وقتها فتحت بعلاقته الشخصية مع الروح القدس أو كوتيديان، والأو كوتيديان بيصير بشهادة حياته يحكي قصص أو كوتيديان، وبصير نحكي كرمال هيك أمور العلاقة بمدرسة، بتخرج، بزواج، بسفر، اللي حكيهم توني اليوم، وهن ما بيصبوا بإطار السوبر ماركت قد ما بيصبوا بإطار الأبوة والبنوة، يلي ما في بي بيرضى أنه ابنه يعوز شيء، ما في بي بيرضى أنه ابنه يكون منه بتواصل يومي معه. وهذا هو عمل الروح، أنه فوتنا بهالشراكة الحب مع الآب والابن. أنا بشكرك على هالوقت، بشكر الكل حاضرين هون. نحن لقائنا بيتجدد أسبوع الجاي مع تيمونياج جديد، هلأ نبعت اللينك تبعه، ومثل العادة بالنهاية ننهي بشكر للرب. شكرا يا يسوع.